اليوم نحضر على مقابلة ودية بين الجمعية الرياضية ببلدية نابل وجمعية قدماء الترجي. الحقيقة حصل لنا شرف وحصل للجمعية اليوم باش عملت مقابلة ودية مع الجمعية، جمعية عريقة وبطبيعة ما ننساوش كونه كذلك جمعية بلدية نابل هي جمعية عريقة زادة وقديمة وهي تحتفل بالأربعينية متاحة. والحقيقة هالمقابلات الودية يزيدوا يدعموا النشاط الرياضي ويزيدوا معناها يكونوا علاقات اللي هي ما تنجم تكون كان الدعم الرياضة، وإن شاء الله هذه انطلاقة معناها لمقابلات أخرى مع جمعيات يكونوا في مستوى جمعية الترجي الرياضي التونسي. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Là, on joue contre une équipe très bonne, ça fait du bien parce que regrouper les gens de l'ex-jour, ça fait toujours du bien, être ensemble. Là, j'espère que ça va continuer comme ça, on va jouer un bon ballon pour le public qui s'en vient, parce que ça fait vraiment du plaisir à tout le monde. العبد الربودي رئيس مكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل في نابل. اليوم أنا موجود هنا بالمناسبة معناها نتاع الأربعينية نتاع الجمعية الرياضية لبلدية نابل اللي منضوية تحت المكتب الجهوي في النشاط نتاعها. اليوم مناسبة الأربعينية، أحياء الأربعينية، استدعات الجمعية استدعات معناها قدماء الترجي الرياضي الاحتفال معناها بالمناسبة هذه. واليوم أول الأجواء باهية، احنا حاضرين في ترى أجواء كل باهية مع حضرة جماعة الترجي الرياضي قدماء يعطيهم الصحة. ملعب الجمعية الرياضية الملعب النابلي زاد حضرة إن شاء الله معناها يتعدى يكمل تودو بدينا إن شاء الله تكمل المقابلة دي على خير إن شاء الله نحتفلوا معناها بالأربعينية نتاع الجمعية الرياضية وبارك الله فيها الجمعية الرياضية اللي معناها تفكر في المناسبة هذه وبارك الله فيك ويعطيك الصحة. مرحبا، أول حاجة نشكر هذه نابل على الاستضافة هذه الممتازة جدا، نشوف معناها أجواء ممتازة جدا، الناس الكل عاملين جو، محلاها الكورة كي معاكم بعد ما تشوف الكورة نتقابلوا، عندنا برشا ما يجينيش نابل سي فغي، ثم عباد زاد تحب نابل برشا ورجال نابل، والاستضافة هذه ظهر لي حاجة ممتازة جدا، إن شاء الله تتعاود وإن شاء الله تتكرر، هاك تشوف معناها الأجواء الكل ممتازة، نشوفوا صغار كبار. كما قلت ان شاء الله تتعاود المقابله هذه، علاش لا في جيونا حتى لتونس نجم نفرحوا بزياده بالجمعيه اللي استضافتنا وباهي نابل الكل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ناجح الجالي رئيس الجمعيه نتاع بلديه نابل. اليوم بمناسبه 40 سنه لتاسيس الجمعيه الرياضيه لبلديه نابل قمنا بمقابله وديه تكريميه لقدماء الترجي الرياضي التونسي. مقابل أخوية شيقة إن شاء الله تكمل بالروح الرياضية. اليوم حابين نجدوا القدماء الترجي ومام طوام معناتها نجدوا الجمعية بتاعنا الرياضية لبلدية نابل. نشكر كل من عاوننا بخصوص الرياضة هذه وشكرا. مرحبا بك خويا شعك بكل شيء. هي شوف الاستضافه هذه مهمه جدا للفريق القدماء الترجي الرياضي، احنا كاسوسياسيون ان شاء الله في المستقبل نحب نردوها معناتها في حجم الفريق، معناتها اللاعبين القدامى نتاع الترجي نحبوا كيما السيت نتاع الفريق نتاعنا والمجد نتاع الفريق نتاعنا، حتى احنا اللي ملمومين تو مانيش مستثنوا اي لاعب من قدماء الترجي من لبدايه الترجي الرياضي التونسي، نحبوا معناتها نعملوا معناتها اسوسياسيون ماهيش تبقى كان البعد معناتها الكروي بس معناتها تو، لكن مش حبوا نردوها معناتها عندها البعد الاجتماعي، عندها البعد الثقافي، عندها البعد معناتها التحابب والوحده هذه الكل، معناتها تعرف الترجي معروفه في كل مكان، احنا ان شاء الله باذن الله بالاستطاعه نلبيه اي دعوه تصير لنا معناتها من طرف اي جهه في تونس، معناتها ان شاء الله باذن الله معناتها اذا كان نقدروا باش نمشوا باذن الله ما نبخلوا حتى على حد، وهذه اهم حاجه، ما احنا نحبوا معناتها نلموا شمل اللاعبين القدامى الكل نتاع الترجي، في نفس الوقت الشبيبه هذه الجديده اللي في العمر تو صغار ولا باش يعرفوا شكون هما الملاعبين نتاع الترجي، سواء اللي لعبوا في التسعينات ولا في الثمانينات ولا في السبعينات ولا يلعبوا معناتها في الالفينيات، هذول كلها شفت خليط تو، الحمد لله ان شاء الله نتلموا على الخير ونتلموا على معناتها المصلحه العامه نتاع الفريق، احنا سند كبير للفريق نتاعنا قبل كل شيء، ماناش رانا باش نعملوا اسوسياسيون معناتها باش ندخلوا بها في الفريق، لا احنا
ننسلخوا من الترجي الرياضي التونسي، نخرجوا من الترجي الرياضي التونسي، لعبنا في الترجي الرياضي التونسي، معناتها مهمتنا الحفاظ على اسم الترجي الرياضي التونسي مهما في اي مكان مشينا، وان شاء الله باذن الله معناتها تشوفوا معناتها البعد الاجتماعي والبعد معناتها الاخوي في الاسوسياسيون هذه. كما قلت لك هذه الزياره هذه تندرج في نفس الموضوع هذا، وان شاء الله المستقبل يكون افضل بالنسبه للاسوسياسيون هذه، وتكون معناتها مشعه اكثر من هيك وفي اي مكان من تراب الجمهوريه ان شاء الله. الجمعية الرياضية البلدية اليوم تحتفل بأربعين سنة من إنشائها، مروا عليها العديد من المسؤولين والعديد من اللاعبين، وهذه فرصة معناها باش يتعطاوا الرياضة الموظفين معناها البلديين. وكما ترى اليوم فكرة طيبة أنه استدعاوا معناها جمعية قدماء الترجي الرياضي اللي تتكون من عديد اللاعبين القدامى سواء كانوا نخبة معناها من الفريق الوطني ولا معناها لاعبين قدامى بالترجي الرياضي التونسي. فرصة كبيرة باش تلقاو الناس الكل، وحقيقة يعطيهم الصحة خاصة هيئة الجمعية على المبادرات الطيبة اللي قاعدة تقوم بها. رحيم، الدعوة معناها تلقيناها من بلدية نابل، وكانت معناها رحبنا بها، وكذلك تشوفوا توا اليوم نحن قمنا بال معناها وصلنا لنابل وجينا ولعبنا وفرحنا الوليدات هذوما، وان شاء الله يكون الميساج وصل، وان شاء الله نعودوها مره اخرى.